صحيح. ويمكن وحضرتك بتتكلم كان في صوره للاستاذ او المهندس سيف الوزيري، طبعا رئيس مجلس اداره شركه السادات والعضو المنتدب، والشراكه الرائعه اللي يمكن كابتن محمود الخطيب كمان اشاد بيها، بدايه من طبعا ملعب الاهلي والسلام، نتكلم على تطوير قناه النادي الاهلي، كمان مشروع احنا بنتكلم دي خطوه اولى، ان وجود اهلي الاقصر دي خطوه اولى بالتضامن مع هذه الشركه الوطنيه العظيمه اللي اعتقد فيها اتجاهات حتى على مستوى حكومتنا، على مستوى طبعا القيادة السياسية طبعاً. ان احنا نروح للناس في اماكنها، ان احنا نروح لاهلنا في الصعيد، ان احنا نروح في كل محافظات مصر، وده بيقرب كمان على المستوى الاجتماعي في اماكن الناس تستمتع بها على المستوى الاجتماعي، على المستوى الرياضي زي ما حضرتك قلت بتبقى يعني نقط مضيئة إن شاء الله لكمان ظهور عناصر رياضية مش في كرة القدم بس، في جميع اللعبات وجميع وعلى فكرة المواهب موجودة عندنا. كابتن أنت مطالب مش التركيز على كرة القدم فقط، صحيح. أنت مطالب، إحنا لما ظهرنا بالصورة على الصعيد الأولمبي ظهرنا من خلال الأندية الشعبية، يعني أغلب الميداليات كانت من أندية الإسكندرية، أندية واضحة وتاريخها كبير، مثال على رأسها النادي الأولمبي، أندية طبعا شعبية كانت عندها فرص إنها بتدي للألعاب الأخرى. انت مطالب بالاهتمام في هذه الخطوه، انك تضع سياسه كالنادي الاهلي مع شركه استادات المسؤوله ان هي خطوه التنقيب والبحث، والبحث عن مواهب الجنوب، عن مواهب واظهارها وتلميحها وتقديمها، ده دور مهم جدا. وفخامه السيد الرئيس لما انت تشاهد المشهد كده وتبص عليه تجد فيه اهتمام كبير جدا بالشباب وبالرياضه، وكمان لابد من المؤسسات الفاعلة في الدولة أن تأخذ خطواتها الحقيقية وتقوم بمسؤولياتها تجاه هذا الوطن من خلال تنمية الانتماء لهذا البلد وتقديم طبعاً أفضل ما لديه. فأعتقد أنه من خلال هذه الخطوات تستطيع الأندية وعلى رأسها النادي الأهلي وهو سباق وصاحب خطوات مهمة جدا في على صعيد الرياضة المصرية أن يقدم أيضا وجه جديد بالنسبة له. ما هو الوجه؟ إذا كان الأهلي هو رقم واحد في كرة القدم على الصعيد الأفريقي والمحلي مثلا، فلا بد أن يكون له خطوة إيجابية في الاهتمام بالألعاب الأخرى، اللي هي الألعاب الجماعية برضو، الباسكت والسلة والطائرة، بخلال الألعاب الفردية تستطيع أن تقدم نموذج آخر تتميز به في خلال الأماكن اللي هي في الصعيد وفي الوجه البحري. وأعتقد أنه دي خطوة يعني إيه الأولى على طريق يعني إحداث نهضة كبيرة جدا بمشاركة الأندية ومؤسسات الأندية وأيضا مع الدولة. خطوة مهمة، أعتقد تجربة هيبان أثرها مش النهاردة، هيبان أثرها قدام، لكن يتبعها مشروع كبير يا أستاذ محمود. ما أنا بقول لحضرتك أهو، يتبعها إنك أنت تهتم، تبحث، تنقب، هتلقى كثير من مش من مواهب، هتلقى كثير من مواهب الكورة. وده على فكرة طبعاً. أنا بقول لحضرتك كمان إن يعني بجانب الدور الرياضي اللي بيقوم به النادي الاهلي على مستوى الدور الاجتماعي بيقوم به باكتر بجهد اكتر من رائع بالخلال بالشراكه طبعا مع استادات، استادات كمان بتقوم بدور اللي حضرتك بتتكلم عليه ان في فروع كتير ان شاء الله بالنسبه، وده اللي اتكلم عليه الدكتور اشرف صبحي، اتجاهات الدوله ايه؟ ان احنا نروح للناس في اماكنها، ان شركه استادات اي استاد محتاج، وعندنا استادات في فروع مصر كلها او في محافظات مصر كلها، هتلاقي تجديدات وهتلاقي نجوم ان شاء الله يعني بينقوا كمان المواهب في كل الالعاب مش في كره القدم بس. وده ده حضرتك ده حاصل دلوقتي يعني. هنا بقى يتم وضع السيستم الواضح من الهدف، انك انت بتبقى عندك ناس متخصصين بيعمل لك دراسات انت بتقدمها، صحيح، ايه الاماكن اللي انا اقدر اكتشف فيها نجوم في العاب القوى، نجوم في الهاندبول، نجوم في مناطق، نجوم في الفولي، في مناطق في العاب القوى مختلفه، في رفع الاثقال، انت بتدي فرصه هنا وبتدي حوافز انك انت يعني ايه تبحث. وهذه المناطق حرمت كثيرا وجاء الوقت ليمنح ابنائها يعني طوق النجاه والحياه لخطوه مهمه جدا. بس هنا بقى ايه؟ عليك الا تثقل عليهم، لانه لديهم الطموح انك انت تاخد بايدهم تديهم الفرصه وتديهم المساحه انك انت هم يشاركوا ويقضوا بالرياضه وتفتش، وعندك مجموعه من المدربين المميزين لابد اختيارهم بعنايه. عندما تبدا الخطوه الاولى كابتن هاني سيتبعها خطوات نجحت، الخطوه الاولى سيتبعها خطوات ناجحه. الشكل والامل كبير جدا، الهدف عظيم، اعتقد انه انا بقولها لك اهو خطوات مهمه جدا
ودي ليها اثر في ضرب كل معاقل اي نوع من خروج عن الصف، اي نوع من الخروج عن ناحيه اتجاه التطرف، عندما يجد النشء الرياضه والرياضه والهدف انه عنده هدف ستجده يتجه لهذه الفرصه. اعتقد فرصه مهمه جدا يتبعها ايضا الاهتمام بالفكر والثقافه ايضا من الندوات، من تنظيم، يعني عاوز اقول لك تستطيع ان تؤتي بحاله مهمه جدا في الوقت الحالي. الدوله فيها عمل كبير بيتم على الصعيد بدءا من السيد رئيس الدولة، بدءا بكل المؤسسات. أعتقد أنه دي خطوة، وعندما تأتي من الأقصر فعليك أن تتفائل لأنها طيبة الخير. صحيح، كلنا متفائلين أن دي خطوة أولى إن شاء الله، وبإذن الله زي ما حضرتك قلت انطلاقة، وده اتجاه الحكومة، اتجاه طبعا القادة السياسية، أن احنا زي ما بنقول نروح كمان الاهتمام بالرياضة مهم جدا جدا، لكمان زي ما بنقول ظهور كوادر وظهور مواهب، وده هياخدنا في سكة تانية خالص كلها سكة إيجابية. فإن شاء الله كل التوفيق، وبقول دايما النادي الأهلي في حتة تانية.